سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم جميعا، وأهلا ومرحبا بهذه الوجوه الطيبة التي يسعدنا من خلالها أن نستضيف الأزواج لهذه المرة. الزوج الدكتور واصف بحر وعقيلته، والدكتور أو الأستاذ الفنان إسماعيل خضر وعقيلته. وطبعا أرجو أن أرحب باسمكم كالعادة بالمساهم الرئيس في حلقات هذا البرنامج، ألا وهو بنك الإسكان. أهلا وسهلا دكتور. وأهلا وسهلا دكتورة كمان. إذا دكتور ودكتورة. دكتور واصف، أنت أخصائي إيش؟ لا أنا طبيب عام. طبيب عام. طبيب عام. وزوجتك؟ طبيبة أسنان. طبيبة أسنان. نعم. أنتوا زوجتك كوبية؟ كوبية الأصل. نعم. كوبية الأصل، يعني تبع التوباكو هذه. ومتجن. أيوة بالضبط. تبع التوباكو. يا سيدي، 10 أسئلة نسألهم سريعات. السؤال الأول، كيف تضعين الهيدفون على رأسك؟ نضع الهيدفون. أيوة. سامعنا كويس مدام؟ مدام سمعنا كويس؟ سامعة. مدام تكرهي زوجك كثير؟ لا، ما لها علاقة. إذن نبدأ الآن الإقلاع. السؤال الأول دكتور واصف، هل زوجتك بتحب التغيير في أثاث البيت، أو من يوم ما تزوجت الآن ما غيرت أي شيء، أو بتشتري أو بتغير المواقع؟ والله دائما بغير. وطبعا باتفاق الاثنين لما بتشتري شغله. لا لا لا، لاحظ كيف. البيت لا، مثلا طقم الكنبات بيكون مره بالزاويه ومره هم مره بتغير. طبعا دائما بغير. مش انت، هي وهي كمان دائما بتغير. يعني بيجي مرات على البيت. بيجي على البيت بدي اقعد على الكرسي، بلاقي الكرسي محطوط محل ثاني. اذا بتحب التغيير في البيت. طبعا بتحب، بس ما بتحب التغيير في شيء ثاني. لا لا، اعوذ بالله. طيب سؤال رقم 2، هل يا ترى الدكتور واصف من كثر محبته لزوجته بيحتفظ بصورتها في جيبته بالجزدان او في المكتب، او وين بيحتفظ في صورتها؟ والله احتفاظ بالصوره بعض المرات بحطها معي، بس الاغلب اني ما بحملها معي. هلا معك هي؟ لا هلا لا، هلا حاليا لا، مش معك. لا. يعني ما بتحتفظ فيها؟ بحتفظش فيها في جيبتي. لكن بحتفظ فيها في البيت. بالبيت معلقه طبعا. لا انا بدي يا بالبيت يا بالجيب يا بالمكتب. ما لا، في البيت. طيب سؤال رقم 3، لما بتكون مرات انت في البيت والاضاءة بتكون والعة مثلا زيادة اضافية غير مستعملة، تسكت تطفيها، تطلب حدا يطفيها، ولا انت بتطفيها؟ والله دائما طول النهار بصيح اطفي الضوء اطفي الضوء هذا اطفي الضوء، ما في عندي توفير دائما ابدا. طيب رقم 4، بصراحة طريقة التعامل مثلا، هل نفس القدر من الحب تظهروه امام الناس هو نفسه اللي بتكونوا عايشينه، ولا قدام الناس مثلا تقضموا الغيظ وتغرشوا وبتبينوا انكم بتحبوا بعض كثير؟ لا والله في البيت وخارج البيت نفس المحبه. نفس المحبه. نفس المحبه. نفس المحبه. طيب السؤال رقم 5، افضل او احب انواع الخضار للدكتور واصف. خضار؟ خضار. البندوره. البندوره. سؤال 6، هل الزوجة بصفتها طبيبة أسنان وبيجيها دخل تحتفظ بدخلها أو تقتسمه معك، أو كله بتحطه على دخلك؟ لا، الدخل احنا تبعنا يكون مشترك. مشترك يعني مشترك، وإذا بدنا نوفره برضه توفير مشترك. طيب السؤال 7، يا ترى ما بتعزم أنت أصدقاء أو أصحاب مثلا، بتفضل أنه تنفذ العزومة بالمطعم أو بالبيت أوفر؟ لا والله في البيت. بالبيت أوفر، أحسن وأرتب وأوفر. وأوفر. طيب السؤال رقم 8، لما بتروح على المطعم مثلا بدك تطلب مثلا لحم ستيك، بتحبها مستوية كثير، وسط أو قليل؟ لا مستوية كثير وعليها شوية بصل. مستوية كثير وعليها شوية بصل. رقم 9، زوجتك طبعا انا التقيت فيكم قبل ما نلتقي هنا، فيها خلل لفظي، هل يا ترى بتحب انه لو انك تداوي هذا الخلل اللفظي، او انت مكيف على هذا الخلل اللفظي؟ بصراحه والله بكيف، ودائما لما بزعل منها على السريع بطلع لها هي ما فيها.
دابل يعني دابل. طيب طيب طبعا الزوجة كوبية لكنها أسلمت. أها. هل تحثها على أداء الفرائض يعني تصلي وتصوم أو تاركها فقط شكلا لما تزوجتها مسلمة وبعدين بتضلها كوبية؟ والله الإسلام صراحة الإسلام وال يعني شيء يأتي بالقناعة. بتطلع على الناس. طيب يعني واضح. تحب ترشدها أنت يعني للصيام والصلاة ولا تاركها على هي؟ أنا برشدها. طبعا واجبي إني أرشدها. لكن بظل القناعة خاصة فيها. يعني ما بترد عليك هي لحد الآن. مين هي؟ لا بترد. كيف بتردش؟ يعني بتصلي وبتصوم؟ بتصلي وبتصوم؟ لا صلاة وصوم لا. صوم ممكن. صوم صامت. إذا بتصوم. بس صلاة لا. طيب. انتهينا من الأسئلة. إذا هي بتصوم بس ما بتصلي. مدام خلص. كيف كنت؟ أهلا وسهلا فيكي. أهلا. ومساء الخير. نرجع بالأسئلة العشرة. سألنا عشرة وكان كثير صريح. إن شاء الله. السؤال: مدام بالبيت بتحب تغيري الديكور وتنقلي من هذا لهذا وتغيري من المحل ولا تخليه زي ما هو أحلى؟ خليه زي ما هو أحلى. خليه زي ما هو أحلى، ما بتغيري ولا بتبدلي. هذا انتهى راح. سؤال رقم اثنين: الزوج دكتور واصف، الدكتور واصف صورتك، صورتك بيحطها بجيبته ولا في المكتب ولا لا في المكتب ولا في الجيبة؟ في جيبته. في جيبته. في جيبته. لا بس لا لا لو سمحت لا لا بس لمعلوماتك ما بحطها لا بالمكتب ولا بجيبته. ترى دنيان الكرنيل لكرتيل. بس البيت دايما محطوط. كله دنيان لكرنيلو. الكرنيل. لكرنيل لكرنيل الصورة. لكرنيلو. السؤال رقم ثلاثة. نكاونتي بس. مدام. الإضاءة في البيت تكون إضاءة زايدة، الضوء يعني، بتخلوها زايدة ولا بتطفيها الزوج أو مين بتطفيها؟ ضوء. الضوء في البيت. لما بيكون كتير يعني مطبخ ضوء، صالون ضوء، نوم ضوء، بتخلوه؟ لا ما هلي دائما. هو سكر الضوء. سكر الضوء دائما. هو سكر ضوء. بخير بسكر الضوء دائما. سكر ضوء. طيب واحد من عشرة. السؤال رقم أربعة. أنتوا بتحبوا بعض. حبكم مع بعض أكتر ولا قدام الناس أكتر ولا زي بعض؟ كيف كيف؟ كيف يعني كيف؟ أنا بحبك قدام الناس ولما أطلع برا بحبك نفس المحبة ولا لا؟ يعني عند الناس أو عند برا المحبة كيف؟ محبتي إلك. يعني ممكن. نفس الإشي؟ ولا اكثر برا ولا جوا اكثر؟ مين اكثر بحبك انا، في البيت ولا برا؟ في البيت. برا 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 بيصير بس اعترف منك ومنو لا كاسا. يعني هو قصده اني انا اللي انا بحبك في البيت شكل وبرا شكل ولا كله زي بعض؟ هذا السؤال. ان طول الوقت يقول شيء بقدر احكيها بال احكي. مو خايفين تقول له جون جواب شو بعدنا يعني؟ لا لا عفوا في اثنين بيحكوا. طيب احكي بسرعه شوي. سيجو تكيرو افورا يا دنترو لو ميزمو ونماز لكاسا يا فريد دانتي نو نو دائما نفسه نفسه نفسه. طيب افضل انواع الخضار، احلى خضار، خضار مش فواكه، خضره خضره يعني. خضره. شو اكثر شيء بحب من الخضره؟ خليك معي دكتور واصل. لا مح. لا بيرو نو اورا نو فيش تحكي اورا انتو كنا عربي انا ايش اورا انتو. لا بس لا لا ما بدي احكي لها الخضار. لا 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 خضار معروف. بيرو يروك كيروت. يلا بدي كل اللي بس انا ما بعرف هذا خضره ولا واحد واحد. الامبلو هي خضره؟ خضره خضره. الملوخيه خضره ملوخيه. لا مش ملوخيه، بحب بندوره. بندوره. طيب طماطي شيكا طماطي طماطي. طيب مدام 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 انت بيجي مساري من العياده. بحطي مساري مع مساري ولا بخلي مساري كله مع بعض؟ كله مع بعض. اثنين من عشرة. طيب ثلاثة من عشرة. ثلاثة من عشرة. ثلاثة من عشرة. حسبها انا. دكتور واصف بدعي اصحاب. هو بيحب ياكل مطعم ولا بيت احسن؟ بيحب يطعميهم يعزمهم بالبيت ولا في المطعم؟
إلنا بيت لو بوكل في المطعم بس داي أختار إشي في البيت بس بخب بيت لو بوكل في المطعم. مش أنت هو بخب وين؟ المطعم بخبه. بخب مطعم. مين بحب أكثر؟ لحظة. مين أكثر بحب أعزب الناس؟ مين أكثر مطعم ولا بيت؟ وين بخب بوكل أختار في البيت؟ لا مش أكل يعزب الناس أصحاب. أصحابي. أنا بيجي وين بحب أنا دائما؟ في البيت. في البيت. هاي تفهم أسباب مزبوطة. طيب. اللحمة. راح على المطعم بده ياكل ستيك لحمه ستيك هو بحبها مستوي كثير وسط او خفيف الاستواء واضح السؤال يعني اللحمه والدن ولا ميديوم ولا خفيف لايت ليتل مطبوخه يعني كثير ولا وسط هو بحب وسط مش ستيك وسط لا هو بخب كثير No, a ti no te gusta la carne blanda كثير porque siempre me pelea. لا 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 لحظة. هي حكت بلاندا يعني معناتها طرية. بتحكي عن الطرية. خلص. مش على الاستواء. لا يا سيدي ما هو يعني. لا هو ما هي مش فاهم السؤال. مين قال لك تتجوز كوبي؟ كان جوزت عربية. ليه؟ أنا بحبها بس. طيب. A ti no te gusta la carne muy blanda. مدورة ولا مدورة؟ A ti no te gusta la carne bien muy blanda. A ti cuando la pongo en la olla presión. لو تتأخروا الطوش للبيت. لا ما بروح. لا لا. بصير بتاع البيت هلا بروح. لا أنا. من اخر الطوش اللي خلص مش مشكله ما في طوش طيب هلا انت هون خلل لفظي تقول مثلا اس مثلا هو بحب هذا ولا بحب لو ما كان فيه اوكي لا كوسا كي تيني اي دنترو هو بحبه ولا ما بحبه كسيو تتال ديسيندو que yo no entiendo lo que yo hablo con la S. Sí, بحبها انا او ما بحبها. بحبها. بحبها طيب. طيب مدام انت لما تزوجتي اسلمتي. بعد ما اسلمتي بتصلي بتصومي او لا صلاه ولا صيام ما بعلمك. انا بصوم بس ما بصلي. بصوم بس ما بصلي. طيب اذا النتائج كم لجنتنا؟ 6/10 وبهذا بتكون جائزكم عبارة عن 300 دينار الله ألف مبروك عليك يا دكتور واصف وإلى بنك الإسكان نأخذ الميكروفونات بس وبنك الإسكان و300 دينار مبروك عليكم و6 من 10 النتيجة أهلا وسهلا فيكم مساء الخير استاذ اسماعيل لو سهله مساء الخير مدام تفضل طبعا زي ما انت شفت كان في صراحه في الاجابه نعم وان شاء الله انه نكون صريحين مع بعض ان شاء الله وبالمناسبه انت كفنان لست ملك نفسك انت ملك للناس نعم اسماعيل خضر حط لنا الهيدفون على راسك يا هد اسماعيل خضر عم تسمعني كويس؟ ما له علاقة في الطابق، إذا مدام أهلا وسهلا فيك، الاسم إيش احنا قلنا؟ سميرة مدام سميرة هلا بصراحة من خلال مكاشفة ومصارحة إلك الأستاذ اسماعيل بما يصنف نفسه اسماعيل هل يصنف شريط حياته إنه سعيد الحظ ولا معتر في حياته أو ماذا؟ يعني معتر في معتر في الناحية الفنية بس سعيد في لا المجمل المجمل يعني وسط نقدر نقول يعني مش سعيد ولا معتر لكنه لا وسط وسط كويس سؤال رقم 2 الوسط الفني اللي بيعيشه كان له دور في عدم استقرار حياته الزوجية أو لا أكيد في زيجاته الأولانية بس الزيجة الأخرانية طبعا ما لهاش علاقة بالفن لا يعني الأستاذ إسماعيل هو تزوج 4 هذا معلش هذا التعدد في التزاوج لو طبعا يعني سببه انه في الوسط الفني في الوسط الفني اكيد يعني احب الابناء الى اسماعيل خضر هل هم من الزوج الاولى او الثانيه او الثالثه او الرابعه يعني بقدر اقول هو بيحب ابنائه كلهم وبناته واضح. بس اصغر طفل له هو اللي له معزه خاصه اللي هو مين اللي هو محمود محمود طيب اجمل واحلى اغنيه برددها اسماعيل خضر إلو ولا لحد تاني يا إلو يا لحد تاني يعني إلو اللي هي يطير يا طاير ولغيره فريد الاطرش طبعا اللي هي لا وعينيكي او يا حبيبي غيبي واحده بدنا لا وعينيكي لا وعينيكي
احلى صوت نسائي في نظر الفنان اسماعيل خضر؟ ام كلثوم طبعا بلا شك. ام كلثوم. هل تمنى في يوم من الايام الاستاذ اسماعيل ان لا يكون مطربا؟ لا على الاطلاق. على الاطلاق لا. ما جاءت هاي اللحظه؟ لا 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 ما جاءت. شايف يا استاذ اسماعيل شايف كيف شايف شايف. السؤال رقم 7. لو احدى الزوجات السابقات ايوه كلمته او شافته او حكته، شو بيكون شعورك؟ عادي طبعا، يعني هاي فتره اللي قبل الزواج ما ليش في عندنا اتدخل بعد الزواج ما لك علاقه، يعني بتاخذيها بشكل عادي. بشكل عادي طبعا. طيب في اي مجتمع بفضل يغني اسماعيل خضر؟ المصري، السوري، اللبناني، الاردني، بتعرف كيف يعني كل واحد استقباله للغناء بيختلف. هو يعني كثير مطربين فنانين بيحبوش يغنوا عندنا في الاردن. لا والله في جلساتنا لا وبحب يغني لانه تجاوبنا مش زي تجاوبنا. لا والله بحب يغني طالما في استقبال من الجمهور او كويس. نوعيه من إذن الناس. اي مجتمع يستقبل اغاني بشكل اكثر؟ هو يعني بدايه كان مصر طبعا، مصر وبعدين الشعب السوري طبعا مستمع مصر جيد، سوريا وبعدين الاردن ثالثا. والاردن ثالثا. السؤال رقم 9. الاولاد ايوه هل هم راضون عن مهنة والدهم او انهم يتمنوا لو لم يكن مطربا؟ لا راضين عن مهنته. راضين ومبسوطين فيها، بيحسوا انها ميزه يعني ميزه. طيب هل تفضل الزوجه سميره لو انها كانت الزوجه الاولى وليست الرابعه؟ لا طبعا، لان تجربته الاولانيه هي اللي انعكست في النهايه ان احنا وصلنا للموصل اللي احنا وصلنا له. اذا انتهينا وتفضل انزع ال ايوه استاذ اسماعيل اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا استاذ. ونبدا الان اسئلتنا مع بعض، سالنا الاخت سميره مجموعه اسئله كانت صريحه فيهم وان شاء الله تتفق صراحتك مع صراحتها ان شاء الله. السؤال الاول، اسماعيل خضر بما او بماذا يصنف نفسه او شريط حياته؟ هل هو يعتبر حاله سعيد الحظ او معتر في حياته او وسط بين هذا وذاك؟ الحقيقه الوسط. الوسط. واحد من عشرة. هل الوسط الفني الذي عاشه إسماعيل خضر كان سبباً في هذا التخبط في الزواج أو التعدد في الزواج؟ يعني لو لم تكن أنت في الوسط الفني يمكن عددت الزوجات أو لا؟ لا طبعاً، لو أنا في غير الوسط الفني ما كان حصل هاللي ما كان حصل ذلك. ما كان حصل. واثنين من عشرة. أحب الأبناء إلى الفنان إسماعيل خضر، من هو أو من هي من أبنائك أو بناتك؟ ومن أي زوجة؟ أولى، ثانية، ثالثة، الرابعة، الخامس اللي على الطريق؟ لا إله إلا الله. نعم الحياة يعني في عندي بدنا اسمه أو اسمها تالي واحد تالي عنقود محمود. نعم محمود. محمود أجمل أو أحلى أغنية برددها الأستاذ إسماعيل سواء كانت إلك أو لغيرك؟ هيا في أنا متأثر بالله يرحمه فريد الأطرش. لا وعينيك لفريد. لفريد وإلك؟ إلك؟ إلي أنا طبعا يعني في أغاني كثيرة. أحلى واحدة يطير يا طاير. يطير يا طاير. وأربعة من عشرة. أحلى صوت نسائي طرب يحبه ويعشقه إسماعيل خضر؟ الله أكبر، سيدة الغناء العربي أم كلثوم. مش صوت زوجتك يعني. طيب بصراحة أستاذ إسماعيل تفضل، هل تمنيت في يوم من الأيام أن لا تكون مهنتك مطربا؟ لا تمنيت لأنه كانت في داخلي يعني. وستة من عشرة. سبعة، لو كلمت إحدى زوجاتك في يوم من الأيام من خلال التليفون حاكتك الأولى أو الثانية أو الثالثة، شو بكون ردة فعل الزوجة؟ بتضايق؟ بتغار؟ لا أبدا عادي يعني. عادي؟ عادي. إسماعيل خضر غنى في أكثر من مجتمع، أردني، مصري، سوري، لبناني، تونسي، مغربي، أي نعم. المجتمعات تحب أن تغني أمامها كردة فعل لك؟ أولاً صنفها. أولاً بلدي الأردن. الأردن. ثانياً لو سمحت بالله مصر. ثانياً مصر وسوريا. وسوريا هي صنفتهم مصر
الأردن، مصر، سوريا، الأردن، على كل حال نقفز عنه. الآن الأولاد هل هم راضون عن مهنة أبيهم إسماعيل الخضر أو حبوا لو لم يكن مطربا كان مدير بنك مثلا أو؟ لا طبعا هو يعني أكيد حبوني وأنا فنان. حبوك وأنت فنان. السؤال رقم 10، هل تفضل الزوجة سميرة لو كانت الزوجة الأولى ما كانت الرابعة أو ماشي حالها وحاب أنها تكون هي الرابعة؟ يعني هي الآن من معرفتها بإسماعيل، نعم، بتحب لو كانت هي الزوجة الأولى مش الرابعة؟ أنت تزوجت أولاً وثاني وثالث ورابعاً، نعم، هل هي مثلاً يعني بتفضل لو كانت الأولى أو في الرابعة مبسوطة كثير؟ هي في الرابعة طبعاً أنا مبسوط كثير جداً. طيب يا سيدي إحنا بنهنيكم وإحنا الآن بنقول مبروك عليك 450 دينار أستاذ إسماعيل ومدام سميرة، ونروح سوا الآن على بنك الإسكان. أيوة تفضلوا. نتعرف على فرسان الفقرة الأخيرة. الفارسة رقم 1 سناء جاجيش. سناء جاجيش رقم 1 و عاطف الوخيان جامعة جرش. نعم عاطف الوخيان جامعة جرش. عاطف الوخيان جامعة جرش. جامعة جرش، واهلا وسهلا فيكم في جامعة جرش. و باسم الخطيب كلي جامعة جرش. باسم الخطيب جامعة جرش. و فاطمة الزهراء أحمد حوامدي جامعة جرش. فاطمة الحوامدي جامعة جرش. شوفوا الآن، فكروا بشكل دقيق شو اللي عنا. الآن عنا مجموعة ملابس ومجموعة عطور ستاتي رجالي مع إشارب حرير مع جرافة من وكالة أبو شقرة التجارية فرع الجاردنز. للملابس الآن عندكم 4 بنطلونات جينز، 4 قمصان رجالي، 4 بنطلونات ولادي، 2 أحذية، 1 نسائي و 1 رجالي، زائد حقيبة نسائية. اضيفي لكل هذول مجموعة العطور، عطر نسائي، عطر رجالي، إشارب حرير، زائد جرافة. الآن ما هو السعر التقريبي الذي يضعه كل واحد منكم لهذه الأغراض مجتمعة؟ أعطيني إياه سعرك للمجموعة. 175. نعم 175. 175 دينار قاقيش. 2 250. 250 دينار. اسمك؟ عاطف. عاطف. باسمة 300. 300 دينار باسمة. نعم 390. 390 حوامدي. والسعر الصحيح هو 343 دينار. 343 دينار. باسمة بتكون لك الهدية ومبروك عليكي وأهلا وسهلا فيكي وشكرا للإخوان جميعا. إذن بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر قادم بإذن الله. شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء.